Nobel Prize هو عامل investigation ربنا على هاوس فوردد على الإطلاق. ثانيا ال MRI، وفي حاجة specific اسمها PET scan اللي هو الجزء من بس دي يمكن احنا ما بنحتاجهاش كتير قوي بالنسبة لنا أو ما بنشوفهاش في الرمد. في حاجات invasive زي الفينوجرافي والداكر سيستم. طيب امتى بنحتاج imaging للبيشنت أو نروح نعمل imaging على الأوردر بتاعه؟ حالات كتير قوي، احنا يمكن هنا بنتكلم على التروما أو الإمرجنسيز ودي أشهر حاجات، لكن في أحيان تانية كتير تعتبر برضه إلى حد ما إمرجنسي حتى لو ما كانتش تروما. أشهر الإنديكيشن هو البروكتوزس على الإطلاق، لما بيكون لي عيان سواء في إمرجنسي أو في عيادة عنده البروكتوزس، أول حاجة بفكر فيها السلام عليكم أهلا وسهلا بروكتوزس، أنا أخش الأوضة اللي جنبي أعمل سي تي وتعالي. أهم حاجة البروكتوزس شهير جدا. تاني حاجة الليمتد موتيليتي، البيشنت اللي عنده أن إكسبليند ليمتد موتيليتي. البيشنت جاي لي ما عندوش هيستوري في حاجة، لما بفحص كابيلا موتيليتي عنده سوولن شوية زي ما أنتم شايفين كده ريد أي وفي ليمتد إليفيشن. ماسس سبيس اوكيوباينج ليجنز بانواعها اي اوربيتال ماس، انا برضه عايز اعرف الاكستنشن بتاعها والنيتشر. طبيعي ان انا اول حاجه ببدا بقول له روح اعمل لي ايمجنج اكوردنج للافيلابل واكوردنج للي انا حاسس ان هو هيفيدني اكتر. طبعا حالات الانفكشنز، حالات الانكسبلينج كوزز، حالات اللي انا اشك ان في مثلا اوربيتال انفكشن اوربيتال سيلولايتس، واخيرا التروما. طيب اكتر حاجه او اكتر انفستيجيشن او اكتر ايمجنج تكنيك افيلابل في كل حته هي الاكس راي. لو تلاحظ انا ما قلتش صحيح السؤال خالص، لكن الاكس راي رغم ان هي تعتبر بريمتيف ومش سبيسيفيك خالص للاوربت، لكن في ساعات كتير بتبقى هي ذا اونلي ايمجنج تكنيك افيلابل، لان انا مش دايما بكون شغال في مكان جنبي سي تي او ام ار اي او بسهوله اقدر اقول للبيشنت انا شايف حاجه روح اعمل سي تي تعالى. الموضوع ساعات ما بيبقاش بسيط كده. فهل سمبلي كده ان انا لو بعت البيشنت يعمل سي تي هل ممكن يفيدني في الاوربت باي شكل؟ ممكن يديني اي داتا؟ في الحقيقه في حالات كتير حتى لو ما ادانيش كونكلوسيف داتا، يعني ما قاليش اللي انا عاوزه بالظبط، لكن ممكن يجايد مي تو ذا واي او يجايد مي تو ذا رايت دايجنوست. والاكس راي انا لما بطلب اكس راي ساعات المتخصصين شويه في الاكس راي او بتوع الراديولوجي يقدروا يشرحوا لنا ان في بوزيشنز معينه بتوضح ستراكشرز معينه في الاوربت. بمعنى مش بقول للبيشنت روح على طول اعمل لي اكس راي على الاوربت، انا يمكن ما اكونش عارف بالظبط المفروض يتصور ازاي، لكن على الاقل المفروض بقول له انا شاكك في ايه؟ اقول له انا شاكك مثلا في فراكشر فلور، انا شاكك في وجود فورين بادي، بناء عليها الدكتور بتاع الاشعه اللي هيعمل الاشعه بيختار الكات او البوزيشن اللي يناسب اللي انا عاوزه منه. دي اشهر الفيوز واوريكم كده معناها ايه. ده الووترز فيو. الووترز فيو ده لو تلاحظوا في الصوره اللي على الشمال اللي هو بيوريني اكتر الاوربيتال فلور والساينسز. This is the orbital floor and this is the maxillary sinus. This is the medial wall. طيب في فيو تاني اللي هو اسمه كالدول فيو. كالدول فيو يقدر اكتر يوريني الاوربيتال ريمز وخصوصا الاوربيتال روف، الفرنتال ساينس، الى حد ما الميديال وول بتاع الاوربيت. زي ما انتم شايفين الصوره مش حلوه قوي وصعب ان انا الاقي منها ديتيلز، وهنا طبعا احنا جايبين البيرفكت كات عيان عامل في مكان كويس وويل سنترلايز وكلير. الدنيا في العاده كتير في الامرجنسيز ما بتبقاش بيرفكت، لكن الاكس راي هو ساعات بيبقى مفيد في حالات ان هو يقدر اشخص مثلا حاجه زي الصوره اللي جايه دي. لو انا شاكك ان البيشنت جاي بتروما والهيستوري بتاعه مش كونكلوسيف قوي، مش بيديني داتا قوي، انا شاكك ان هو يكون عنده فورين بادي مثلا حاجه دخلت وهو مش قادر يديني اجابه قطعه او اللي معاه مش عارفين، الاكس راي ساعات بيبقى بس كيو. لا والله في عنده فورين بادي، محتاج تعمل فرضر انفستيجيشنز ماشي، لكن بس هو بيوريني ان في شادو، ان في حاجه غريبه موجوده في الارض. لكن مشكله الاكس راي الاساسيه اتس ا تو دايمنشنال ايمج،
for a three-dimensional structure. The whole orbit was three-dimensional and actually very deep cone-shaped. فما اقدرش اطلع مثلا السايد بتاع الفورين بادي بالظبط من الصوره اللي انا شايفها. علشان كده زمان قبل انتشار السي تي واختراعه كانوا عملوا حاجه فور لوكاليزيشن اوف فورين باديز اللي هي مشهوره قوي اسمها فورين بادي رينج. اتس لايك كاميتال رينج بتتحط على الكورنيا بتاع الديشن وبناء عليها ان انا اقدر احدد لا ده الفورين بادي ده قدام الرينج ولا وراها ده انترا اوكيلر ولا اكسترا اوكيلر واصوره لاترال فيو وبوستيريو انتيريور فيو واقدر ان انا ارسم بقى في خيالي كده تقريبا البوزيشن ده فين. طبعا الحياه صعبه مش سهله لكن ساعات يبقى هو ده متاح. طب غير الفورم بادي اللي واضح ده يقدر الاكس راي يوريني برضه ساعات يديني داتا عن فراكشر فلور مثلا؟ الحقيقه محتاج شويه اكسبيرينس لكن لو بصينا للكالبس فيو ده او ده ووترز فيو بيقدر قلنا ان هو يوريني الانفيري اوربيتال ريم بلاقي ان هنا في شادو غريب. اولا في ديسكونتينيتي في الانفيري اوربيتال ريم العظم هنا مش كامل زي الناحيه الثانيه. وثاني حاجه في شادو زي ما اتفقنا ده الماكسيلاري ساينس في شادو نازل في الماكسيلاري ساينس. يبقى ده شكل من اكس راي بس قدرت ان انا اشك بنسبه كبيره او توصل لدرجه التشخيص لو السي تي معمول لو الاكس راي معمول كويس من اول بوزيشن بيشنت اقدر ان انا اشخص دي فراكشر فلور اكس راي. طيب صعب هو شويه الاكس راي ان انا استعمله في الحالات اللي زي دي لكن على الاقل ان انا بشك بقى في حاجه زي كده اقول للبيشنت لا احنا هنحتاج بقى نعمل فرزر انفستيجيشن او الانفستيجيشن المهمه اللي هي السي تي سكان. وانا بطلب اوربيتال ايمجنج او انا بقول للبيشنت روح اعمل لي سي تي سكان في كريتيريا معينه يفضل يستحسن يرضى ان انت تبقى كاتبها في الريكوست بتاعك اذا كنت محتاجها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما بطلب منه سي تي هو بيعمل عنده ستاندرد بارامترز بيعمل فيها الاوربيتال سي تي. لو انا طلبت قلت له انا عاوز اشوف حاجه معينه هو يقدر يموديفاي البارامترز دي بحيث ان هو يوريني الحاجه اللي انا عاوزها. طيب ايه اهم البارامترز؟ في حاجه اسمها سلايد تكنس. عارفين جهاز السي تي بيعدي من على البيشنت كده على حسب البوزيشن وعلى حسب الكاتس اللي انا طالبها وبيلقط صور سيريال. السلايد ثيكنس هو المسافه بين كل صوره والثانيه. وكل طبعا ما قلت السلايد ثيكنس دي كل ما اداني ريزوليوشن اعلى لانه خد صور كتير قوي للاستراكشر فتديني الكونتراست والريزوليوشن يبقى احسن. يوجوالي احنا بنستخدم سلايد ثيكنس وفي تقريبا 2 ملم. This is the standard. امتى اقول له بقى لا لو سمحت قلل السلايد ثيكنس كمان؟ في حالات ان انا عاوز اكزامن crowded area حته ضيقه وفيها structures كتير اشهر مثال هو الاوربيتال ابيكس فمعلش محتاج ريزوليوشن عالي شويه. في حالات ان انا بدور على حاجه ممكن تكون صغيره زي مثلا الفورين بادي لو الميتا الفورين بادي الحقيقه وانا مستعمل سلايد ثيكنس 1 ملم اللي هو اقل حاجه اقدر اديتكت ميتا الفورين بادي لحد نص ملي تمام نص ملي اقدر اشوفه. اما لو مش ميتا مثلا وود بلاس بلاستيك مش مقدرش خالص هو مش هيبان هو الدنسي بتاعته الحقيقه مش هتبان في التيشوز بس لازم يبقى كبير شويه لدرجه ان هو الاندنتيشن والفراغ اللي عنده في التيشوز يديني انديكيشن ان هنا موجود فورين فلازم الحقيقه يبقى كبير شويه على الاقل يبقى ملي ونص وانا واخد سلايد ثيكنس 1 ملي لكن مش هشوفه الا لو كان فوق الملي ونص. طيب تاني حاجة بعد غير السلايد ثيكنس اطلب منه ايه تاني؟ حاجة اسمها الايمجنج بلين اللي هو انا بقول له عاوز لو سمحت الكاتس بتاعتك ماشية ازاي؟ أشهر حاجة برضه والستاندرد واللي هو هيعملها لو أنت ما طلبتش حاجة خالص حاجة اسمها الأكسيال بلين. الأكسيال بلين ده اللي هو بيشتغل بيه في كل الجسم اللي هو كاتس ماشية كده سلايسنج البادي وقالب الصورة وبيوريني ودايما في السي تي الفنتر سيرفيس بتاع البادي از لوكينج اب. Unless ان هو محدد ان البيشنت از لوكيتد فيس داون فانا باستمرار اي سي تي للبادي الفنتر سيرفيس از لوكينج اب. الراجع والصحيح. طيب ايه اهم البلينز اللي بنستعملها وايه افيد البلينز في الاوربت؟ اثنين مينلي هما الكورونال بلين اللي هو ده اللي ماشي على الكورونال سوتشر البلين متاخد من عند زي ماشي مع الكورونا سوتشر والاكزيال بلين العادي اللي هو اللي ماشي ثرو
collateral rectus muscle. دي صورة للكورونا الاثنين ودي صورة للأكزيال الاثنين. أكزيال فالـ usual إن أنا بكتب في الـ CT request لو سمحت على الـ CT order أكزيال and كورونا cuts. هل في cuts تانية ممكن تتعمل؟ في طبعاً. أشهرهم حاجة اسمها الـ surgical اللي هو جاي lateral كده على الفكرين بتاع الـ superior والـ inferior rectus. في الحقيقة احنا في العادة ما بنطلبش السيرجيكال كات ده، لكن ساعات تلاقي بتاع الراديو كده هو من عنده مجود وبعتهولك زيادة، عامله زيادة، ليه؟ هو مثلا بص في عيان زي كده هو يورينا ايه السيرجيكال كات، معلومات مفيدة وسبيسيفيك لده، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هناك في هنا فراكشر روبيتال فلور، وفي انفيريور ريكتس اكستراكشر، هو عمل الأجزية والكورونا بشكل انفيريور ريكتس، فعلى الموضوع قال لك استنى بقى أنا هطلب لقطة حلوة، هعمل لك كمان سيرجيكال كات. بحيث تبص فيها توضح توريله شغله ويقول لك شفت انا موري لك ازاي الاشعه جايلك حلو. تاني حاجه كمان تلاحظوا هنا في الصوره دي في ايه؟ في زي سيستا او ماسكيلا ده عيان عنده فانتال ليوكوسيت فيبان برضه حلو في السيرجيكال كات. حقيقي الاكزيال والكورونا كاتس هيوروني الحاجات دي برضه، ولكن هنا يمكن الكات ده حاجه زياده، لكن انا مش ده دايما بطلبه، انا اللي بطلبه دايما الاكزيال والكورونا كاتس. في حاجة تالتة اسمها التشويندو. بمعنى ايه التشويندو؟ يعني انا بقول لو سمحت تظهر لي specific tissue by definition كده اللي هو انا بسلكت small range of variable spectrum of tissue. يعني انا عندي بون وعندي soft tissue وعندي fat، فانا بقول لو سمحت توضح لي انا عاوز استريس على البون في العيان ده عشان انا شاكك في fraction، او لا لو سمحت عنده مش fraction ده عنده tumor تماس، فانا ما يهمنيش قوي البون، اعمل لي سوفت تيشو. انا عايز اوضح اكتر السوفت تيشو. صحيح السوفت تيشو يبان اكتر من الام ار اي مثلا، لكن افرض انا مش قابلها من نعمل الام ار اي، بقول معلش هنعمل سي تي بس وضح لي شويه البون تيشو. طب هل تفرق؟ يعني هل فعلا ان انا اطلب الويندو معينه للتيشو تفرق معايا؟ بصوا هنا ده ستاندرد مثلا ده البون ويندو. لما اشوف هنا الاقي ان البون واضح قوي، لكن مثلا المسلز انتراكونال ستراكشر هي باينه اه صحيح بس مش فيري ايمننت في الاسكان. بعكس ده هنا البون قل شويه البرايتنس او الدنسيتي بتاع البون قلت شويه على حساب ان السوفت تيشو شادوز بقت كلها واضحه شويه، اقدر اشوف الاوبتيك نيرف سراوندد او الاوربيتال فات المسلز باينه اكتر. صحيح مش بريزولوشن حلوه قوي زي الام ار اي، ولكن على سي تي ده كويس. هو ده اقصى حاجه اقدر اوصل لها بس. طيب تسمع عن ساعات يقول لك اعمل سي تي ويز كونتراست او بطلب الاشعه تبعت يقول لك عايزها بصبغه ولا من غير، انا يعني انا اللي تشوفه زي ما انت عايز يعني. لا هو مش كده يعني، هو الصبغه دي زي اي صبغه بتتحان في الجسم بتمشي فين؟ في البلاد فيسلز. لما يجي هو يصور ايه اكتر حاجه هتبقى كولد فيها الصبغه دي؟ فاسكولار تيشوز. فأنا لو